خادمة وتصرف خادمة وزن 8 تحت 68 كيلو جرام فئة السيدات سيريا سيلفيا من إيطاليا بالحزام الأحمر ومعها بالحزام الأزرق اللاعبة ناجف من روسيا وزن تحت 68 كيلو جرام سيلفيا ومعها إنجز اللاعبة الإيطالية بالحزام الأحمر اللاعبة روسيا بالحزام الأزرق ودي المباراة الثانية طبعا في حاجة غلط في الواقي فلازم على طول تنبهها الحكمة نبهتها لازم تدخل الصباع داخل الواقي المباراة يعني هتكون قوية هنشوف على طول الإيطالية ما فيش عندها وقت مش عايزة تخلص المباراة بدري وهي يعني شكل برضو تحركاتها بالقدمين بتدل على انها هتكون خفيفة في الملعب وهتكون مبادرة بالاداء لكن في تحفظ من لاعبة روسيا حتى الان هنشوف الهدوء الروسي هيكون ايه اللي موجود في ضربة لاعبة ايطاليا ضربة لاعبة ايطاليا يعني المدرب لاعبة ايطاليا هتاخد يوكو اللي هي نقطة واحدة لاعبة ايطاليا سيلفيا يعني تحركات الرجلين للاعبة الايطالية ممتازة جدا تتحرك بشكل ممتاز ومتميز طلعت بره هتاخد انذار للخروج يعني انا اشوف لاعبة روسيا شوية يعني هادية ازيد من اللازم معرفش بتفكر او التركيز بتاعها شوية او عندها اجهاد يعني بتعمل حاجات غريبة في الملعب لسه ما هوش هي ده مش هو ده المباراة النهائية اللي هي تليق بيك يا انجس يلا يا انجس يعني حتى الان ده لعب فيه شوية قلة حيلة ترجع مكانها في هنا هتاخد انذار سيلفيا هتاخد انذار خدت انذار من فئة اثنين لما الحكم يعمل بصباع واحد كده تبقى فئة اثنين لما يعمل جناحين كده تبقى فئة واحد يعني اشوف انجز حتى الان ما فيش يعني علامات ان هي ممكن تسجل بالشكل اللي انا شايفه دلوقتي ضربات سريعة من ايطاليا لكن يعني حتى الايطالية خايفة ايه انجز يعني هنشوف الطلبة دي فيها حاجة ولا يعني مفيش أي حاجة هنا المدرب الإيطالي هنا لوريا سافيو دي زميلتا بتتكلم معاها بتحاول تسأل يعني المباراة لم ترتقي أو بالشكل اللي احنا عايزينه حتى الآن لوريا سافيو المدرب الإيطالي يوجه اللاعبة سيلفيا لازم اللاعبة تسمع كلام مدربها ولازم اللاعب يسمع التعليمات ولازم ينفذ تعليمات المدرب وإلا مش هيحرز أي لأن المدرب بيبقى شايف من بره الثغرات اللي بتبقى في اللاعب المنافس بيتكلموا مع بعض وهي بتقول له جراتسي جراتسي المدرب نفسه عرقان يعني هو قاعد عرقان من التعب مدة طولت المدة بتاعت المنافسة وبتشوف مش عارف في ايه في انذار للتمثيل للاعيبة روسيا يعني الواقع مفيش اي حاجة فيها يعني
تتحرك 11 ثانية باقي وهي لسه بتحاول تضرب برجلها، يمكن تيجي، يمكن دي ضربات كلها يمكن، لكن ما فيش حاجة، كل ده ما فيش حاجة، واضح إن دي هي اللعبة بتاعتها. لكن اللعبات دي صعبة أوي يعني تيجي في لاعبة سريعة زي سيلفيا، ده إنذار. بعد كده سيلفيا لو طلعت بره هتخسر المباراة، باقي 3 ثواني أعتقد حقيقة هتضيعهم في التحرك يعني. ما يعني ادي ثانيه ثانيتين، هي الثانيه ماسكه ما فيش، خلاص الكلام ده انتهت المباراه. اما جراتسي بونو بونو خلاص خلاص سيلفيا خلاص برافو. اذا سيلفيا من ايطاليا تفوز بالميداليه الذهبيه، والروسيه اللي تفوز بالميداليه الفضيه. إذن 1-0 سيرفيا طلعت طبعا.